بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتورة رنا فهمي بشرح لكم بيولوجي. التو توتوريالز اللي فاتوا اتكلمنا عن chapter 2 basic chemistry part 1 and part 2. part 1 اخدنا فيه introduction عن ليه لازم نكون بنفهم في الكيمستري عشان ندرس بيولوجي. اخدنا يعني ايه matter ويعني ايه element، واخدنا فكرة عن periodic table. بعد كده بدأنا في part 2، خدنا يعني ايه اتوم بتكون من ايه، من نيوكليس والالكترونز، والنيوكليس فيها بروتونز positively charged والنيوترال نيوترونز والالكترونز negative charged. اخدنا يعني ايه ايزوتوب واخدنا الاوكتيت رول. طيب النهاردة في chapter 2 basic chemistry part 3 هنبتدي نتكلم عن انواع البوندز جوه الكيميكال كومباوندز، جوه الكيميكال رياكشنز. ايه البوند اللي بتربط كل موليكيول بالتانية علشان يدخلوا في كيميكال رياكشن ويطلعوا لي كومباوند مختلف خالص. طيب ايه انواع الكيميكال بوندز؟ اشهرهم او التايبس اوف بوندز هما الايونيك بوند والكوفالنت بوند والهيدروجين بوند. هنبتدي بالايونيك بوند. زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت انه بيبقى فيه elements الاوتر level بتاعتها او الاوتر energy shell بتاعتها بتبقى يعني unstable، بتبقى ما فيهاش ال 8 electrons بتاعت الاوكتيت رول، بيبقى فيها 1 او 2 او 3 او 4 ايا كان، يعني ما تبقاش واصلة ال 8 بتبقى unstable و unhappy، محتاجة ان هي تكمبليت الاوتر انرجي ليفل بتاعتها عشان يا اما عشان تبقى 8 الكترونز، يا اما قلنا بتلوز الكترونز، يا اما بتجين الكترونز، يا اما بتعمل شيرنج. طيب لو الاليمنت الاوتر انرجي ليفل بتاعته فيها 1 او 2 او 3 الكترونز، ايه اللي هيحصل؟ هتعمل لوز للالكترونز دي ويبقى كده الانرجي ليفل الاخير بتاعها مستوفي شروط الاوكتيت رول، بيبقى عنده 8 الكترونز. طيب لو 4 الكترونز غالبا هتعمل شيرنج بينها وبين اتوم تانية، لو بقى اكتر من 4 هتعمل جين لعدد الالكترونز اللي ناقصها علشان تكمل الانرجي ليفل بتاعتها. طيب بالنسبه للايونيك بوند عندي اكزامبل الصوديوم كلورايد اللي هو التيبل سولت الملح. الصوديوم كلورايد بيتكون من 2 elements هما الصوديوم والكلورين، الاتوم بتاعتها الصوديوم وكلورايد. لو جينا كده نبص على الصوديوم اتوم هنشوف جواها عامل ازاي. جواها في النيوكليس بتاعتها والاوربيتلز بيدور فيها الالكترونز. الصوديوم اتوم صوديوم 11 عندها 11 بروتونز، معنى كده ان هي عندها 11 الكترونز. طيب هقسم كده الالكترونز في الانرجي ليفلز دي زي ما اتعلمنا المره اللي فاتت عن طريق الكاباسيتي اللي هي 288. اول انرجي ليفل هتاخد 2 الكترونز، تاني انرجي ليفل هتاخد 2 4 6 8 الكترونز، هيبقى فاضل واحده بس عشان يكملوا ال11، هحطها في اخر انرجي ليفل. طيب يبقى اخر انرجي ليفل عندها 1. بالنسبه للكلورايد 17 بروتون، يبقى كده عندها 17 الكترونز. هاجي ارسم النيوكليس والاوربيتلز واحط عليها واوزع عليها عدد ال 17 الكترونز، الاقي النيوكليس عدد 2 4 6 8 10 والباقي هوزعهم في اخر انرجي ليفل 2 4 6 7. طيب يبقى كده الصوديوم كلورايد متكونه من صوديوم وكلورايد. الصوديوم الانرجي ليفل الاخيره بتاعتها عندها 1 الكترون، والكلورايد الانرجي ليفل الاخيره عندها 7 الكترونز. طيب باللوجيك كده الصوديوم علشان تبقى هابي، عشان هي دلوقتي ان هابي لانه الانرجي ليفل بتاعها عنده 1 الكترون مش 8، عشان تبقى هابي اسهل لها ان هي تعمل لوز لل1 الكترون دي وتبقى الانرجي ليفل الاخيره بتاعتها فيها 8 الكترونز تبقى ستيبل، ولا ان هي تجين 7 الكترونز فتبقى الانرجي ليفل بتاعتها الاخيره فيها 8 الكترونز وتبقى ستيبل؟ لا طبعا، طالما فيها
طالما الانرجي ليفل الاخيره فيها واحد او اتنين او تلاته الكترونز، سهل قوي ان هي تعمل لوز للالكترونز دي وتبقى ستيبل. طيب يبقى الصوديوم في الاخر الكونكلوجن ان انا هعمل لوز للوان الكترون دي. هوديها فين بقى؟ هوديها للكلورايد اتوم اللي هتعمل معاها الموليكيول بتاعة الصوديوم كلورايد، لانه الكلورايد اخر انرجي ليفل فيها 7 الكترونز، فالاسهل ان هي تجين 1 الكترون عشان تكمل الانرجي شيل بتاعتها 8 الكترونز، اسهل من ان هي تلوز ال7 الكترونز. يبقى كده الصوديوم سهل تلوز 1، وال1 دي هتروح تكمل الانرجي ليفل بتاعة الكلورايد الاخيره 8 الكترونز، يبقى دي هتبقى 8 ودي هتبقى 8. يبقى كده الموليكل ده ستيبل موليكل، صوديوم كلورايد موليكل ده ستيبل موليكل. طيب معنى ان انا قلت، او مجرد ان انا قلت انه في اتوم هتعمل لوز لالكترون، هتعمل لوز لالكترون، يبقى الالكترون ده نيجاتيف تشارج، يبقى هتبقى اقل نيجاتيفيتي، يبقى هتبقى بالبوزيتيف. ومعنى ان انا قلت انه في اتوم زي كلورايد هتعمل جين لالكترون، يعني جين لنيجاتيف تشارج، يعني النيجاتيفيتي بتاعتها هتزيد، يبقى هتبقى الاين بتاعتها بالنيجاتيف. مبدئيا بيبقى اسمها اين بعد ما تعمل لوز الاتوم، بعد ما تعمل لوز او جين للالكترونز بيبقى اسمها اين. طب بوزيتيف ونيجاتيف على اساس ايه؟ لو الاتوم عملت لوز لالكترون هتبقى بالبوزيتيف، لو عملت جين لالكترون هتبقى بالنيجاتيف. طيب بوزيتيف ونيجاتيف ايه؟ بوزيتيف ونيجاتيف عدد الالكترونز اللي عملت لها جين او لوز. يعني مثلا الصوديوم هنا عملت لوز ل1 اونلي 1 الكترون، يبقى هتبقى صوديوم بوزيتيف 1. الكلورايد عملت جين ل1 الكترون، يبقى هتبقى كلورايد نيجاتيف 1، وال1 مش بتتكتب. طب ليه بوزيتيف وليه نيجاتيف؟ لانه الصوديوم عملت لوز ل1 الكترون، والالكترون ده نيجاتيفلي تشارجد، يبقى شالت من عليها نيجاتيف تشارج، يبقى بقت بوزيتيف، ريليتيفلي بوزيتيف. والكلورايد ليه بقت نيجاتيف؟ لانه عملت جين لالكترون، عملت جين لنيجاتيف تشارج، النيجاتيفيتي بتاعتها زادت فبقت كلورايد نيجاتيف 1. اوكي طيب كده وصلنا انه الاوتر انرجي شيل بقت كومبليت اوتر اوربيتلز. اسمها ايه بقى البوند اللي هتتعمل بين التو اتومز دول؟ واحده عملت لوز لاين كامله لالكترون كامل، واحده عملت جين لالكترون كامل، في لوز وجين، في بوزيتيف اين وفي نيجاتيف اين. يبقى البوند اللي اتعملت ما بينهم هي ايونيك بوند، فبنقول انه الايونيك بوند اتز ان الكتروستاتيك اتراكشن بتوين اوبوزيتلي تشارجد اينز، بوزيتيف تشارج اين ونيجاتيف تشارج اين، بينهم بوند. والبوند دي از ويكر او ريليتيفلي ويكر ذان الكوفالنت بوند اللي هنتكلم عنها كمان شويه. طيب يبقى الايونيك بوند از ذا اتراكشن بتوين بوزيتيف اند نيجاتيف اينز. الكترون بيمشي بيموف من وان اتوم بيروح لانذر اتوم. الاتوم اللي عملت لوز للالكترون هتبقى بوزيتيفلي تشارجد، وهنشوف عدد الالكترونز اللي فقدتها قد ايه، هنحطها جنب علامه البوزيتيف. والكلورايد هي الاتوم اللي هتعمل جين للالكترون فهتبقى نيجاتيفلي تشارجد، وهنشوف هي عملت جين لهاو ماني الكترونز، هحطها جنب علامه النيجاتيف. طيب في كده اكزامبل، هنقول مثلا المغنيزيوم ده مغنيزيوم 12 عنده 12 بروتون و12 الكترون. طيب لو جيت قسمت الالكترونز بتاعت المغنيزيوم كده في الانرجي ليفلز بتاعته، هلاقي 2 في اول انرجي ليفل، 2 4 6 8 في تاني انرجي ليفل، والانرجي ليفل الاخيره احط الاثنين عشان يكملوا 12. طيب يبقى المغنيزيوم عنده 2 الكترونز في الاوتر انرجي ليفل بتاعته، سهل انه يعمل لوز للاتنين الكترونز ولا يعمل جين لستة عشان يكون ستيبل؟ لا طبعا، طالما واحد او اتنين او تلاتة الكترونز موجودين في الاوتر انرجي ليفل يبقى هعمل لهم لوز اسهل، ويبقى المغنيزيوم عمل لوز لتو الكترونز، لوز لحاجة نيجاتيف، يبقى بقى ايه؟ بقى ريلاتيفلي بوزيتيف، يبقى بوزيتيف كام؟ عمل لوز لاتنين الكترونز دول يبقى بوزيتيف 2، يبقى مش هيعمل جين لستة، يعني مش معقول هو الأسهل يلوز 2. طيب الفلورين مثلا، الفلورين 9 بروتونز و9 إلكترونز، لو جيت قسمت الانرجي
الالكترونز في الانرجي ليفلز بتاعته، هلاقي اول انرجي ليفل احط 2، ده الماكسيمم كاباسيتي بتاعتها. تاني انرجي ليفل احط 2 4 6 7، هلاقي انه الاوتر انرجي شيل بتاعته فيها 7 الكترونز بس. محتاجين ان انا كده هعمل جين لاونلي 1 الكترون، اسهل بكتير من ان انا اعمل لوز للسبع الكترونز. فهعمل جين ل1 الكترون، عملت جين لالكترون نيجاتيف تشارج، يبقى بقت نيجاتيف. طيب نيجاتيف كام؟ هو عمل جين لكام عشان يبقى استوفى الاوكتيت رول؟ عمل جين لواحده بس الكترون، يبقى نيجاتيف 1، وال1 مش بتتكتب. اسهل بكتير من انه يلوز السبعه الكترونز.